زي ما بيتقال كده يعني، وزي ما كنا بنتكلم احنا وكابتن عمرو قبل الهوا، كل واحد بيفرح بطريقته. احنا كنادي اهلي بنفرح بطريقتنا وبنفرح وبنفرح، وعندنا كمان كده كلام كتير في الصفقات الاخيره واشمعنى التوقيت ده تحديدا، كل ده عايزين نتكلم فيه. بس خلينا نرحب بنجمنا يعني كابتن عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق. صباح الفل يا فندم. صباح النور. منورنا يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. بدايه ولا احلى، عندنا صفقات كده على ميه بيضه، وكثير جدا من الناس متوقعين ان شاء الله هيكون لها الكثير من الانعكاسات الايجابيه على الشكل العام حتى للفريق. انت رؤيتك ايه للصفقات دي؟ التوقيت. بص، قبل كلمه الصفقات، احنا بنعرف نفرح كويس قوي. احنا ما فيش حاجه حصلت، ايه اللي حصل؟ البطل تملي عنده اخفاق بسيط، ايه المشكله؟ عنده 4 بطولات وعنده لسه قادم كاس وسوبر وافريقيا وكاس عالم للانديه، 3 سنين في سنه واحده. يبقى نقول ايه؟ لك الله يا اهلي، اللعيبه اللي موجوده دي يعني مكن بيشتغل 3 سنين عشان سنه واحده. نتكلم في صفقات النادي الاهلي. كابتن محمود ومجلس الاداره وكابتن امير توفيق بيعرفوا يفرحوا جمهور النادي الاهلي، يعني زي ما بيقولوا ايه؟ سحبه وعدت، موقف خلاص من عندنا، وظهر دلوقتي صفقات النادي الاهلي حديث الناس كلها. لسه. انت ممكن تنام وتصحى تلاقي صفقه. صحيح. هيا يا جماعه، اكمل سهر ولا اكمل نوم؟ لا، كمل سهر عشان تسمع الجديد. ولو في صفقه جديده صحوني. صح. لا، هو مش هيلحق. هتلاقي تملي النادي الاهلي بيقول لك ما هو جديد، اول لما بيعلن بيعمل المؤتمر الصحفي وبيعلن عن اللاعب، بعد كده بيقوم قايل لك اللي النادي الاهلي محتاجه، اذا كانت مجلس الاداره او لجنه التخطيط او مستر موسيماني، ايه اللي ناقص النادي الاهلي، وبيجيبه عشان يسد الثغرات دي. واعتقد ان النادي الاهلي ما عندوش ثغرات خالص. احنا معانا كابتن عمرو 4 صفقات حاليا، بس التوقيت فيه ذكاء. يعني زي ما حضرتك قلت كده، كابتن محمود الخطيب هو ايه؟ بيفرح الجمهور بس بطريقته. يعني بقالنا فتره بنسمع وتكهنات واعلاميين يطلعوا وغيره يقول لك الاهلي هينضم له كذا، الاهلي هيبيع كذا، الاهلي هيودي اعاره كذا، واحنا قاعدين ما بنتكلمش، ساكتين لغايه لما الاهلي رد على الارض زي ما بيتقال. بصي حضرتك، في نوعين من التكهنات بطريقه معينه. تكهن ليفرح جمهور النادي الاهلي، وتكهن يهد لعيبه النادي الاهلي. الشناوي ماشي، بواليا، قفشه، طاهر، والبعض منها اغراض يعني. مستر موسيماني قال ان انا محتاج ان انا اطلع اعاره لطاهر محمد طاهر، كلام كتير. في الاخر خالص اللي بيحصل، اللي يطلع من بق النادي الاهلي هو ده اللي اتصدق، هو ده التصريح. مش محتاج بقى توقعات، مش محتاج تكهنات، مش محتاج مزايده على النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي جاب كريم فؤاد، من احترام كابتن محمود الخطيب ومستر محمد الطويله، استنوا لغايه اما الدوري خلص وبطوله طوكيو خلصت. أيوة. وقام اعلن كريم فؤاد مع انه من بدري جدا والناس كلها عارفه. 2، الناس كلها شايفه مكسوني تاو مش هيجوا، مبلغ كبير، الموضوع منتهي. الراجل في هدوء تام ضم الاثنين لعيبه، وحصل مجموعه تقسيط المبالغ بتاعتهم على 3 سنين او 4 سنين، وتم كل حاجه. المفاجاه كانت للناس سرعه حسام حسن. حسام حسن على فكره، بس من المعلومات، ده ابني اللي انا ربيته في نادي الجيش. في الوقت اللي حسام ما حدش خد باله ان كل الانظار كانت رايحه لشادي حسين في روت سيراميكا، فجاه بقى حسام حسن بالليل، وخلال ساعات هيعلن حسام حسن فيرويد سموحه واهل طرابلس انضموا للنادي الاهلي. ايضا بالظبط كده. أوكي. في الوقت المناسب حسام ظهر توقيعه، ظهر ظهوره في جنينه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي هو خير دليل لحسام حسن. ما هو قدامنا النهارده، ربنا يا رب يكرمه. هو 27 سنه يعني، وشارك يمكن مع سموحه، ده كان الموسم بتاعه 15 تقريبا، 15 مباراه يعني قبل انتقاله مع الاهلي ان شاء الله. بص حضرتك، في نظره بعيده شويه، حسام كان مضموم في تصفيات كاس العالم بهدف محمد صلاح الثاني من ضربه الجزاء، اما صعدنا كاس عالم كان حسام من ضمن ال 35 لعيبه اللي موجودين في معسكر المنتخب. الوقت بتاعه جه، زي ما بيقولوا بقى بلغه الكرة، استوى اللعيب ووصل لنضج الكروي. النادي الاهلي جابه في الوقت اللي النادي الاهلي محتاج حسام حسن، وحسام حسن محتاج النادي الاهلي. واحنا حلو ان احنا يبقى عندنا اسم حسام حسن تاني، هو اصلا خاله يعني. حسام حسن طبعا اسم كبير طبعا، الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، وحسام حسن يكمل مسيره فراوده النادي الاهلي. الكواليتي بتاعت اللعيبه لافته جدا للانظار، يعني تفصيله كده صغيره، ان اغلب اللعيبه اللي انضموا للنادي الاهلي مؤخرا من خلال الميركاتو الاخير ده، ما كانش كلهم، كل واحد فيهم على حده عنده قدره ان هو يؤدي بامتياز في اكتر من مركز. الى اي درجه التفصيله دي ممكن تريح موسيماني نفسه وبالتالي بقيه اللعيبه؟
بص يا استاذ كريم، اي مدير فني بيبقى عنده لعيب شوكر او اتنين بيحلوا له الالغاز، زي حمدي فتحي، زي كان قبل كده احمد فتحي، زي السوليه، في حلول زي رامي ربيعه. انت دلوقتي بتقول كريم فؤاد باك رايت باك ليفت هاف رايت، عمار راجع هاف رايت هاف ليفت باك رايت اللي هو الخامس في نص الملعب، احمد عبد القادر يلعب رقم 10 يلعب في نص الملعب ديفندر، لازم يكون عنده الامكانيات والقدره انه يؤدي ده، بيريح ذهن المدير الفني ويريح زمايله كمان اللي اضطروا فترات سابقه يلعبوا في مراكز غير مراكزهم الرئيسيه. يبقى كده اول ما نقول الكلام ده نقول اكرم توفيق، لما نجيب الكلام ده نقول اكرم توفيق بصفه خاصه. طبعا احنا ما حسيناش ان بكره النادي الاهلي في تعثر لاصابه محمد هاني لان اكرم، ما حسيناش ان اكرم في بطوله طوكيو ديفندر بيلعب لوحده، ما حسيناش ان ما عندوش مشكله. طبعا. لو قلت الاكرم وقف جون هيقف جون. صحيح. احنا اتعلمنا كده في النادي الاهلي، اما يطلب منك سمعا وطاعا وانت مقتنع انك انت هتادي، انت بيجي لك احساس داخلي ان النادي الاهلي كيان كبير قوي، هو الاسم بقى داخلك عرف رسمي، ما تدورش، مش اختياري ده اجباري، احنا بنحس بكده اللي دخلوا النادي الاهلي وحسوا وعاشوا جوه جدران النادي الاهلي. رائع جدا، احنا لسه كلامنا يعني ما خلصش وعندنا لسه ان شاء الله كمان فتره قادمه وبطوله يعني محببه للجميع، ولسه زي ما بيتقال كده الصوره فيها نوع من المنافسه المحببه، يعني احنا فكره ان احنا كنا بنكسب كده من غير منافسه برده ما كانتش احلى حاجه، حتى بعد حصولك على البطوله انت عايز تنافس، فدي نقاط هنتكلم فيها مع حضرتك بس بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. نرحب بكم مره ثانيه وكابتن عمرو الحديدي معانا، وكنا بنتكلم قبل الفاصل نرجع ليها النقطه دي مره ثانيه، فكره هنا التنافس وازاي بيحلي برده يعني البطوله في الاول وفي الاخر، بيبقى في تنافس اوقات وبيبقى في ضغوطات اوقات وبيبقى في اخطاء تحكيميه وعلامات استفهام اوقات، حضرتك تقيم الموسم ده ازاي؟ وضحكت ليه بقى؟ سؤال صعب. لا ما قبل الاهلي بيحسم من ايامنا، من ايام التسعينات بنحسم وكنا بنبقى الفرق ما بيننا وما بينهم هم اكتر بتسعة بونت وبنفنش احنا ب 11 بونت في نهايه الموسم. السنه دي كان في يعني زي ما بيقولوا ايه فلفل وشطه الدوري، فلفل وشطه الدوري ان احنا نوصل لغايه المباراه الاخيره او قبل الاخيره، وصل للناس في الجماهير ان النادي الاهلي لو كسب السته بونت واستبعاد نادي الزمالك من تأييد ثلاث سنين وخصم ست نقاط هيقولوا ان هدف صلاح محسن الهدف العالمي والتاريخي، ان المكسب خلانا احنا اللي وصلنا لحته معينه. احنا بنقول النادي الاهلي يعني افريقي وبيلعب في الدوري كل 3 ايام وكاس العالم للانديه وبيحقق برونزيه، هنروح فين تاني؟ ما بالظبط ده بني ادمين نسبه الراحه 3 ايام، ده البلاي ستيشن كانت تعبت والله لو لا حد ده النور بيقطع والجهاز بيبوظ. يعني كان الجهاز اتغير. هقول لك على حاجه، يمكن مستر موسيماني ريح دماغه من كتر التوقعات واما ريح جزء كبير في المباراه الاخيره عشان يعمل ايه؟ في ناس خلاص ده عضل مش مكان بزيته او بركب له مسمار عشان يشتغل تاني، لا عندنا مقدره معينه، احنا ابتدينا نعرف النادي الاهلي يعني ايه 120 دقيقه يستمر في اللعب، يعني ايه كل ثلاث ايام مباراه، لعيبه النادي الاهلي بتشتغل والناس كلها بتقرا الفتحه على جنب، ولعيبه النادي الاهلي بتعمل فوت ورك وبتشتغل على الخط مع المدرب الاحمال، لعيبه النادي الاهلي بتيجي تاني يوم استشفى وتلعب دواير وتلعب العاب صغيره وتمشي، واليوم راحه واليوم الثاني معسكر والسفر عشان المباراه، صعب صعب. واهم من ده بقى التركيز، انت عايز تخرج من مباراه كسبت فيها، يعني انا خرجت من نشوه كاس العالم للانديه برونزيه، انا تعلمت ايه؟ ده انا بقى عليا عاتق اكتر من الحمل اللي انا شايله، انا جاي العب عشان دوري، رايح لافريقيا، رايح للسوبر الافريقي، هرجع على الدوري العام، في كاس مصر بنفكر نلغيه، ايه؟ طب وبعدين هنروح نلعب كل ايه؟ ده سؤال مشروع والله. هتلغيه إيه ولا يعني؟ تلغي السوبر ولا مستكتر النادي الاهلي يحقق الخمسه والسته والسبعه؟ ما هو حقق العشره. صح. انت دلوقتي هتحقق بطولات تاني، يبقى الراجل ده يتعمل له ريكورد معين انه حقق في مده زمنيه لوجوده في النادي الاهلي قبل سنه سبع ثمان بطولات. ايوه طيب أيوة. احنا متفقين ان اكيد كده كده خساره الدوري شيء مزعج جدا للنادي الاهلي ولكل محبيه ولكل عشاقه. وكلنا بيتهيألي برضه متفقين على ان في اسباب مختلفه لهذه الخساره، منها الحاجات اللي هي خارجه تماما عن ارادتنا واتكلمنا عنها قبل كده عشرات المرات ان ما كانش اكتر. الجزء اللي يخصنا برضه استكمالا لرؤيتك وتقييمك للنسخه الاخيره من الدوري، هل كان في اخطاء معينه احنا وقعنا فيها لابد من تداركها لاحقا؟
احنا تملي الفترات اللي فاتت كنا بنقول المسافه والماتشات المؤجله لينا هنجتازها باذن الله، ويمكن انا قلتها في قناه واتنين ان النادي الاهلي هيدوس على اي حد. بس في الوقت اللي انا بحدد فيه كل ملف على حده، بلان ايه افريقيا، بلان بي كاس العالم للانديه، جيت للدوري العام بصيت بصه بسيطه. هو ده درس مستر موسيماني. اهم شيء عند مستر موسيماني فهمه ان الدوري العام مركز الاكسجين للنادي الاهلي طول عمره موجود وبكثره وفي كميه وفي مخزون محبب من زمان. خليك زي ما انت. ابتدى يعيد حساباته، ابتدى يحفز لعيبته بطريقه، ابتدى يعمل جلسات خاصه مع اللعيبه وايه المطلوب منك. هل ده اللي خلاه في المؤتمر الصحفي الاخير يقول ما معناه ان انا اتعلمت الدرس او ان انا طبعا فهمت؟ يعني في كان ليه جمله كده بتقول نفسه هو قال ان هو ما كانش على درايه كافيه بالدوري. والله انا ما خدت بالي من المؤتمر وما سمعتش اللي قاله، انا بقول لك اللي اتقال له او اللي المفروض يعمله. اول لقطه، بص القيمه كابتن محمود الخطيب الاسطوره، ما ينفعش نقول حد تاني، هو اسطوره واحده بس ما ينفعش يبقى في اثنين وثلاثه. الاسطوره الكابتن محمود الخطيب نزل الملعب عشان راجل رجله كانت في الملعب، قعد مع لعيبته قال لهم انتوا ابطال افريقيا طبعا، انتوا عملتوا كل حاجه، انتوا معلش ما تزعلوش. بص ده البطوله اللي جايه، صح، ده البطوله اللي جايه، انت محيت كل الالام، انت جراح محترم طبعا. دخلت في الوقت المناسب، تعاملت مع المرض وازلته. لا وسكن الام مش بس اللاعبين والجماهير كمان، انت كلهم وقفوا عند الناس. يا استاذ كريم كانت بتقعد تسمع كابتن محمود بيقول ايه، كل واحد عايز ياخد الجمله دي ينزلها على الموقع بتاعه او على البيج او اي ايا كان في الصحافه يسمع كابتن محمود بيقول ايه عشان الناس تتعلم. صح، ما احنا اتعلمنا كل حاجه، حتى في يعني واحنا بنسلم الميداليات اللعيبه علمت الناس شيء جديد طبعا، اما ادوا الماليات الميداليات لرقم واحد محمود الخطيب. لما بنكسب بنكسب بطريقه معينه، لما بنخسر بنخسر بطريقه معينه، يعني بنفرح لما بنفرح بطريقه معينه، لا ما نتعداش على حد، لا نسيء لحد، هو ده الكيان. سواء انت بتتكلم عن مجلس اداره، عن لعيبه، عن جمهور، عن 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 مذيعين، فده الكيان اللي احنا مرتبطين بيه، وعلى مر التاريخ زي ما حضرتك بتقول مش حاجه جديده، فيعني نموذج محترم. وزي ما حضرتك قلت كان مشهد كلنا صراحه يعني حبينا هذا المشهد، وهو يدرس، ولان مش بيبقى مشهد وخلاص، هو بيبقى فيه يعني مسجز، رسائل معينه ورا كل حاجه بتحصل، فبس الذكي اللي بيفهمها. هقول لحضرتك حاجه، لو رجعنا بالذاكره شويه، هي امور بتتوارث من مجلس اداره للعيبه لجمهور. صحيح. مش كل الناس بتفضل مخلده يعني. اكيد. لو رجعنا بالذاكره 95 ساعه بطوله عربيه، الكابتن صالح قعد معانا في احد الفنادق وقعد يشرح لنا اللي الناس عمرها ما شافته من الكابتن صالح سليم. لازم تعملوا، وانتوا اللي هتتندهوا، وانتوا اللي الناس هتزعل منكم، وانت اللي هتاخد فلوس، وانت اللي هتبقى ماشي في الشارع الناس شايلاك. هكذا تكون نفس الكلام. القيادة هي القيادة تتوارث. أيوة. من أيوة. ايام الكبار. صح. لغاية الكابتن محمود. ولسه ان شاء الله وان شاء الله مستمرة بإذن الله. وأسعدتنا بوجودك، وان شاء الله نرجع نلتقي معاك مرات ومرات بإذن الله. شكرا ليك كابتن عمرو، شكرا لحضراتكم على متابعتنا النهارده، هو أول الأسبوع عشان الصبح في الأهلي. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، أنا وكريم هنكون معاكم.